كما أكد أيضا الوزير أن دخول ميناء شرشال حيز الخدمة سيسمح باستغلال ميناء الجزائر للنزهة والسياحة ليستفيد منه العاصميون وكل الجزائريين. راح يخفف من ميناء العاصمة حتى يسترجع ميناء العاصمة، ربما يسترجعوه العاصميين والجزائريين، وتكون فيه أجزاء تدخل في عملية الترفيه وتطوير وترقية السياحة إلى غير ذلك. وهذا الميناء الكبير تاع شرشال راح يكون ميناء هو مش بعيد على الكوريدور تاع لي فوا ماريتيم الكبيرة اللي تفوت بعض الأميال على الطريق العالمي اللي فيه 21% من الملاحة العالمية تمشي على الطريق هذا. احنا ما نشبع دائلة.